Prise numéro 3, le grim, sable siliceux. اليوم الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية قامت بفتح الأظرفة المتعلقة بالعروض المالية للمزايدة الثالثة والخمسون. في الأول في 30 نوفمبر الماضي قمنا بفتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقنية. في هذه المرحلة استلمنا 50 ظرف، ومكتب المزايدة قام بقبول 45 ظرف ورفض 5. وهذه الظروف التي تم قبولها هناك في الوكالة الوطنية الممتلكات للنشاطات المنجمية لجنة متخصصة لتقييم هذه الظروف. وبعد تقييم هذه الظروف من 45 ظرف تم قبول 39 ظرف. واليوم كما شاهدتم قمنا بعملية فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض المالية، وتم استقبال من 22 ظرف، تم رفض واحد لأن الصك البنكي لم يكن ممضي عليه. واليوم قمنا بمنح 7 مواقع منجمية، منها الماربر والصابل سيليسو تيف صابل دو كونستركسيون والعوتيف. وكل هذه المواقع المنجمية استدر المبلغ الإجمالي لهذه المزايدة بلغ 20 مليار سنتيم فاصل 7. وهذا المبلغ المالي تاع هذه المزايدة سيحول إلى الخزينة العمومية. في الأول اقترحنا 19 موقع منجمي، واليوم كما شاهدتم تم العرض على 7 مواقع. والمواقع التي لم يتم منحها سنقترحها في المزايدة المقبلة.